يقول لنا الحديث الشريف أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يقول لنا القرآن الكريم: إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن التراث وتاريخ أمتنا يحكي لنا عن قصص الخلاف بين العرب والأعاجم على سيادة الإسلام. ابن تيمية إذن يرى أن العرب مفضلون على العجم، ده المفروض بيسموه شيخ الإسلام. شيء غريب عجيب، ينسف ابن تيمية بتعصب مقيت كل قيم المساواة اللي وضعها الإسلام وأقرها وألزمنا بها بين البشر. يعني احنا متساوون كأسنان المشط، ولا فرق على ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا احنا عندنا ناس احسن من ناس، وأمة اعلى من أمة، وعرب احسن من عجم، ولهم فضل على العالمين. ليه يمكن ابن تيمية وقتها كان تحت ضغوط العدوان والغزو من أمم أخرى، وربما تغلغل غير العرب في مراكز النفوس والترقي، فقرر انه يعوض عن العرب عجزهم بادعاء التفوق الجنسي، جنس العرب على الآخرين. لكن السؤال بأمانة، إذا كان ابن تيمية رأيه إن العرب فوق الكل، ده رأيه، يبقى إيه الفرق بين اللي قاله ابن تيمية عن اللي قاله هتلر؟ هتلر على الجنس الآري، وألمانيا فوق الجميع والجنس المتميز المتفوق. إذا كان اللي بيدعوا في أنفسهم ادعاء، يعني أنه أهل السنة والجماعة أو سلفيين أو وهابيين أو أنصار ابن تيمية، رأيهم إن العربي مفضل على الأعجمي، الأعجمي هو أي حد تاني غير عربي يعني، وإنه أهم وأكثر وأفضل، يبقى فرق إيه فعلا عن عنصرية ونازية هتلر؟